من جدة المهندس خالد أبو إبراهيم خبير تقني. نرحب فيك معنا مهندس خالد اليوم في MBC في أسبوع. في البداية قبل ما نتكلم عن معاناة أهل القرى تحديدا، كيف بتقيم جودة البنية التحتية في السعودية في المدن الرئيسية نتكلم والقرى والمناطق النائية بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله. والله شوف، هو الموضوع اليوم حساس جدا، ولا بد اننا نعطي، احنا بنكون محايدين ونعطي كل واحد حقه بكل، يعني ما بيكون في تحيز لاي جهه. احنا بالنسبه عن بنيه تحتيه خلينا نتكلم عن ارقام عالميه ظهرت، ما كان يعني ما هي تزوير، يعني زي وجود المراتب المتقدمه في التطبيق سبيد تيست اللي هو التطبيق العالمي، ما في أي حيادية، ما وصل ترتيبه من الترتيب العاشر على مستوى العالم. إحنا خلينا نتكلم عن المدن الرئيسية، وجود الإنترنت فيها ممتاز جدا، توصل بوجود الفايبر الألياف وبوجود الفايف جي، يعني سرعات الإنترنت بتتراوح ما بين 200 إلى 300 ميجا. وأنا أشوف أنه كبنية تحتية ما قص، يعني الحكومة ما هي مقصرة في، احنا متى كانت عندنا اطلاق التحول الرقمي او التحول الوطني 2020 في 18، وكانت الخطة خمسية مدة 5 سنوات تصير المملكة بتغطي جميع مدن وقرى المملكة. جائحة كورونا جت باسلوب مفاجئ بالتسرع، سببت لنا نقلة رقمية اللي كنا إحنا بننتقلها في سنة، إيه؟ انتقلناها في 3 أشهر. صحيح. طيب أنا هنا إحنا لازم نحط أسباب. إيه؟ وش الأسباب؟ تسمعني سعادة المهندس؟ أيوة الآن سمعتك، أول انقطع الصوت. إيه. طيب الآن إحنا يعني كل الكلام اللي أنت تفضلت فيه جميل ومنطقي، وزي ما أنت قلت إحنا ما نبغى على قولتهم نكون مجحفين بحق أي جهة، لكن من الحق برضو أن إحنا نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة. يعني قياسا على أزمة كورونا، إحنا تقدمنا ما شاء الله تبارك الله زي ما أنت قلت سنة بين أزمة كورونا وبين بداية التعليم عن بعد. خليني أجيب لك أمثلة يعني متناقضة. البنية التحتية للاتصالات نجحت بالإنترنت بالمرحلة الأولى، لكن في المقابل فشلت في المرحلة الثانية عند بدء التعليم عن بعد. إيش الأسباب؟ أسباب كثير. يعني اليوم أنت لين تتكلم، عارف طلاب التعليم العام عددهم 6,176,000 طالب، انت متخيل الترافيك العالي؟ وبعدين انا ممكن صارت معايا عكس اللي صار اللي احنا بنقوله اليوم، انا في أزمة كورونا صارت عندي مشكله في الفايف جي، وبالفعل عانيت وكنت 3 ايام، بس بكل امانه جوني الدعم الفني وحلوا الموضوع. كانت السرعه ما تتراوح 1 ميجا، وصلت السرعه في جائحه كورونا بعد تعطل 3 ايام. احنا عندنا بالفعل مشكله خدمات ما بعد البيع، احنا لازم نعطي لكل شيء حقه. في مشكله ما ندافع عن احد. اما بالنسبه عن جائحه كورونا، مين كان اللي بيستخدم الانترنت؟ كان شخص واحد اللي بيتعامل مع التطبيقات في البيت. اليوم ما شاء الله كم طالب في كل بيت. وبعدين عندنا شايف عشان لا يزيد الترافيك المرحلة الابتدائية بعد العصر، المرحلة المتوسطة والثانوي في الصباح، تقسيمهم اليوم احنا نتكلم عن مساحات واسعة جدا في المملكة. مهما كان انا مو دفاعا عن، انا ما ادافع عن الشركات المزودة للاتصالات او الانترنت، كحكومة كإمكانيات كالبنية التحتية قوية جدا. في دول أنت بكل الإمكانيات ما تقدر توصل 20 ميجا، ما يعني اللي يبغى يشوف سرعة النت هنا. وبعدين شوف التغير اللي صار، أول يوم كنا في الجوال وبدل 4G كان 7.2،
0.2 سرعة الانترنت إذا كان أنت شريحتك مفوتر. اليوم أنت من جوالك تقدر توصل ل 200 ميجا. بس اليوم بنتكلم بالفعل اليوم على مستوى جدة. في بعض الأحياء الجديدة اللي مثلا في شرق جدة وفي أقصى الشمال ضعيف جدا عندهم الانترنت بسبب أنه ما في أبراج للفايف جي، ما تمدد عندهم إلى الآن الفايبر. هذه كلها كمان أسباب. إحنا عندنا شح ممكن في شركات المزودة للخدمات هذه، في حلول لها مستقبلية لو كنا سامعين على المقسم، مقسم الإنترنت الوطني السعودي. صحيح. اللي صحيح. بدأ يشتغل وأعلى. يعني المقسم هذا بيستقطب المستثمرين من شركات الاتصال خلاص، بيصيروا لأنه اليوم أنت عشان توصل للإنترنت لابد أنك تتعامل مع الإنترنت العالمي، والإنترنت العالمي بيروح يقسم على كل مزود للخدمة عدد بيانات يعني فيها، وفيها كوست عالي وفيها لفة طويلة. صح. أما بكرة لين يكون عندك مقسم وطني مختلف الوضع، وإحنا اللي بنستثمر مباشرة، وإحنا اللي بنتعاقد مع شركات إدارة المحتوى والفيديو، شركات المزودين يقدر يتعامل مباشرة مع المستضيف لشركات الفيديو، شركات الألعاب والشركات اللي بتستخدم الإنترنت. طب خلينا نتكلم شوي أكثر عن هذه الخدمات اللي بتقدمها الشركات، يعني الجيل الخامس وغيره من آخر ما توصل إليه مجال تقنية الاتصالات عالمية نتحدث، يعني نطاق التوسع فيها في السعودية يعد ضيق وما زال في مرحلة التجربة من سنتين أو أكثر، فليش برأيك عدم التوسع المطلوب بها إلى الآن خصوصا الفايف جيل أو الجيل الخامس؟ الفايف جي أطلق في منتصف 2019 تجاريا، كانت مرحلة تجارب. بدينا بالفعل، أنا ممكن من أول الناس اللي على طول مجرد غطوا المنطقة عندنا اشتريت عشان أجرب الخدمة. أول ما جربنا خدمة الفايف جي ممتازة، بس ما كانت توصل حسب كلامهم 300 ميجا، كانت توصل 80. بس خلينا نتكلم عن 2019 يوم عارف المملكة ركبت 5700 برج 5G، ترتيبها الثالث على مستوى العالم في الفايف جي بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. رقم مو سهل، والأبراج هذه تكلفتها الكادر ما هو سهل عشان أنت في خلال سنة بتوزع 5700 برج. مساحات المملكة كبيرة والقرى متفرقة. احنا بالفعل اليوم احنا نحتاج شركات اضافة للشركات الموجودة عندنا عشان التغطية، لانه تفاجأنا بجائحة كورونا. صحيح. النقلة الرقمية اللي كنا حاطين في بالنا انها بتكون في خطة خمسية فاجأتنا في اقل من سنة. التحول تحول كبير جدا، ارقام موجودة، ما نقول احنا عندنا بنية تحتية ضعيفة، ما نقول احنا حاولنا